تلعبت مع النادي الاهلي كام نهائي؟ انا كنت موجود في النجم الساحلي ولعبت سوبر افريقي. لا، لعبت نهائيات كبيره الحمد لله، ولعبت اللي ما خلانيش العب الفاينل النجم الساحلي 2007، ان انا اتصبت في الماتش الاتحاد الليبي في ليبيا قبل النهائي ده، لان انا كنت هلعب الماتش الاولاني النجم هناك اللي بركات اتطرد فيه، بس جالي الاصابه دي، كسر في عظمه رجلي في ماتش الاتحاد الليبي في ليبيا، فما خلانيش العب الماتشين. لكن لعبت السوبر الافريقي ولعبت مباريات كبيره بقى، لعبت اسك في ابيجان، لعبت الترجي في تونس، لعبت صفاقس، لعبت مباراة كبيرة الحمد لله. عايز اكلمك في حته الجزئيه، بس انا عشت الاجواء دي، بس انا دايما بحب الضيف اللي معايا الناس تعيش الاجواء معانا. طبعا لما اقولها انا غير لنا مقدم برنامج طبعا فاهم قصدي، طبعا. فاقولها غير لما يبقى معايا الضيف هو يقولها. لا حضرتك احكي لنا تاريخ كده كبير. القصه كانت بتبقى ماشيه ازاي، مثلا مجلس الاداره باللعيبه بقعدتكم مع بعض بالجهاز الفني، كان معاك مستر مانويل جوزيه صح؟ كان معانا مستر مانويل، وكان كابتن حسن حمدي رئيس النادي، وكان كابتن الخطيب نائب. يمكن برضو النادي الاهلي فيه هيبه يا كابتن، يعني فيه هيبه لاي منصب موجود، يعني مفيش حاجه اسمها ان انت بتشوف الكابتن حسن حمدي عادي او تشوف الكابتن الخطيب عادي. كل فين وفين لما الكابتن الخطيب ولا الكابتن حسن يجتمعوا بالفرقه مع مستر مانويل. كان الكابتن طارق إلا سليم، بالضرورة. كان الكابتن طارق سليم الله يرحمه في لجنه الكوره كمان، وكان زي مشرف عام على الكوره. فلا كان كل ما يميز النادي الاهلي يا كابتن، ان انت عندك في كل في اي منصب هو الشغل ده، بس محدش بيتعدى صح حد فاهم. في ال وده النجاح جوه النادي الاهلي. اللاعب لاعب، والمدرب مدرب، والمدير كوره مدير كوره. يعني انا لما كان بيبقى عندي مشكله مثلا في اجتماع مع كابتن حسن حمدي ولا مع كابتن الخطيب، انا ما كانش ينفع ان انا حتى لو مشكله ما ينفعش يعني تتكلم اصلا، ما ينفعش ان انا اكلمه، ما ينفعش ان انا تروح اقول له انا لمدير عندي كابتن الكورة حسام البدري صح دي كان حقيقة مدير كوره ومدرب عام، وهو بيوصل ببلغه وهو يوصل ويوصل لك وهيرد عليك دي في وقت حقيقة. معين. فالنظام والسيستم اللي داخل النادي الاهلي هو اللي بيحقق النجاحات دي، ولا بالحكام ولا بايه بكل الكلام ما فيش دوت، مجاملات خالص، ما فيش خالص يا كابتن. هو عمر، سيستم شغال عليه، انت عارف دورك، انت لعيب كورة بتركز بص يا بتجتهد. كابتن، هتلاقي كانوا بيتكلموا معاك ازاي؟ يعني كانوا بيتكلموا معاكوا ازاي؟ انا عشتها الاجواء دي كلها، بس الدنيا لا اختلف. انا اللي انا افتكره غير لي مفاهيم بشكل كبير. كنا في اجتماع مع كابتن حسن حمدي في مباراه اهلي وزمالك، والحمد لله كسبناها يعني 2-0. كنا خسرنا النجم الساحلي، فبغض النظر احنا اتظلمنا في المباراه دي، كان لنا ضربتين جزاء، وبركات كان ليه ضربه جزاء هناك واتطرد. لكن في المباراه الفاينل كان ابو تريكه ليه ضربه جزاء وشديد ليه ضربه جزاء، مباراه العرجون يعني الشهيره يعني. فوجئنا بكابتن حسن حمدي ان هو بيحاسبنا على البطوله، ان احنا ازاي ما ناخدهاش. احنا كنا واخدين 4 بطولات وكانت دي الخمسه، فنسوا يعني ان احنا واخدين 4 بطولات ده خلاص، يعني ده حاجه خلاص انت انتهى. بنبص للبطوله. انت ازاي انت بتلعب زمالك، عندك زمالك ومبقام زمالك، فاي مباراه زمالك بالنسبه لنا كانت تبقى فاينل، يعني انت نازل بتكسب، ومعنويا الحمد لله كنا بنكسبها من قبل ما نلعب يعني، وليها ظروف خاصه يعني. لكن الكابتن حسن حمدي انا فوجئت بيه ان هو بيحاسبنا على البطوله. انت حققته، انت بتخش 5 بطولات، انت ازاي ما تحققش البطوله الخامسه. فهنا العقليه، انت النادي الاهلي دايما بتلعب على الاول، دايما بتلعب ان انت تحقق. خلاص انت خدت دي، خلاص صفحه وقفلت، انت على طول بتبص للي جاي، زي ما بنتكلم في اوضه اللبس، خلاص دي صفحه وقفلت افريقيا، بتخش على الدوري، بتخش على الدوري، بتخش عندك كاس انديه، عندك اي بطوله تانية بتخش فيها، عندك سوبر، دافع متجدده يا كابتن. وده بنستمده من مجلس الاداره، ودايما اي مجلس اداره في النادي الاهلي هو هتلاقيه ماشي على نفس السيستم. يعني انا دايما بتكلم على كرسي النادي الاهلي، هو بيدور اللي قاعد عليه، يعني هو دايما ماشي، هو اي حد قاعد على كرسي النادي الاهلي هيفضل ماشي في التراك. زائد النادي الاهلي دايما يا كابتن ماشي زي القطر، هو هيفضل مكمل، هو مستناش عارف حد. انت عايز تنزل في نص الطريق انزل، لكن انا هفضل مكمل زي ما انا. عشان كده الدوافع اللي عند اللعيبه بشكل كبير بيستمدوها مجلس الاداره، وده اللي كان عند الجيل بتاعنا الحمد لله.